يبدو أن الشخص ما سيحصل على الكثير من الورق. حسناً، أعتقد أن شخص ما سيطلق عليه الرصاص. كيف تجرؤ؟ ألا تخجل؟ من فعلها؟ توم، أعطني البندقية بسرعة. كيف لا تخجل؟ افعلها مرة أخرى وسوف تندم. انظر، الباب مفتوح، دعنا نذهب ونرى ماذا هناك. واو، الكثير من الأشياء المثيرة. ها هي كل الألعاب التي أخذتها منا. غريب، لماذا الباب مفتوح؟ يجب أن تكون المديرة سوزي هنا. لنكتشف ماذا بداخل الخزنة. ماذا يجري هنا؟ سأفتح الخزنة أولاً. لذيذ، أنا أحب الآيس كريم، لكنني أحب باسكن روبنز أكثر. ما الذي أنتظره؟ حان وقت الأكل. هذا مذهل. آمل ألا تمنع كيت إذا جربت بعض الآيس كريم أيضاً. أبعد يديك، لن أتركك تلمسه حتى. ماذا ينتظرني؟ يا له من كابوس. آيس كريم للبعض ولدي فلفل حار. يا فتيات، لا يمكنني تحمله. استيقظ استيقظ. سأحاول ألا أشعل حريق. يبدو أنني كنت مخطئاً. ماذا فعلت؟ أردت آيس كريم وليس ماء وسكر. شعري المسكين. أنا بحاجة ماسة للاسترخاء ومعرفة ماذا يوجد في خزنتي الآن. إذن يبدو وكأنه مسدس. ربما بمساعدته يمكنني إيقاف هذا الحريق. حسناً، إنه يعمل حقاً. ولدي أيضاً ضيافة جديدة. باستخدامه يمكنني تجميد آيس كريم كيك مرة أخرى. واو، لقد نجحت بالفعل. لقد ساعدتني في إعادة الآيس كريم إلى طبيعته، لذلك دعونا نأكله معاً. هذه المرة سأكون الأول. هل هذا كل شيء؟ رائع. لطالما حلمت بسيارة مع جهاز تحكم عن بعد. أحدهم لديه سيارة وأنا لدي مخلب دجاج مقزز. أتمنى لك وجبة شهية. لماذا هذه العقوبة؟ أتمنى أن تكون أقدام الدجاج صحية على الأقل. لا، لقد اكتفيت. كيت، إنه دورك الآن. أنا حصلت على كاميرا، لكنها شوكولاتة. رائع، لدي الآن خزنة شوكولاتة أيضاً. مذهل، كل الشكر للكاميرا. كيت، هل يمكنك صنع أقدام الدجاج من الشوكولاتة؟ روعة، شكراً. توم، سيارتك الغبية كادت أن تحطم الشوكولاتة. على الرغم، لدي فكرة. يمكننا بناء برج، سيكون أجمل. ذقت ذرعا منك. هل تعرف ماذا سأفعل بهذه السيارة؟ كيت، ساعديني. الآن لن تستطيع أن تقودها، فسوف آكلها بكل سرور. كيت، هل يمكنك صنع جهاز التحكم عن بعض شوكولاتي أيضا؟ روعة، تستطيعين صنع الشوكولاتة في كل العالم، إنه حلم. أتساءل ماذا في الخزنة هذه الجولة؟ لحم نيء، وهو لي أيضا. أتمنى ألا أشعر بالمرض بعد هذه القطعة. مقزز فقط. مرعب، ما زالت لم تقضم. في مثل هذه الحالات لدي الشوكة وسكين. حسناً، دعنا نقطعها أخيراً.
لا، حتى مع هذه السكين لا يبدو أنها تساعد. على ما يبدو لقد أفرطت في الأمر قليلاً. حسناً، حان وقت الأكل. أعتقد من الجيد أن يتنطهي اللحوم. واو، إنها مشابهة جداً للعصا السحرية. أتساءل ماذا يمكنها أن تفعل؟ واو! أوه، احترقت التيشيرت. أحتاج إلى تعليمات. العصا صعبة الاستخدام. لذلك من الأفضل إزالتها الآن من يدك. أنا لدي دلو من الآيس كريم باسكن روبنز في خزنتي. يا فتيات، حتى لا تحلموا لن أشارك. أنا أخطط لأكلها وحدي. لدي ملعقة. أو لا، أنا بحاجة لشيء آخر. على سبيل المثال ملعقة أكبر. في أحسن الأحوال لدي مصاصة حقيقية. كم هي لذيذة. لماذا أصبح الجو باردا هنا؟ وحلقي يؤلمني. ربما ستساعدنا العصا. دعونا نكتشف. رائع، هذا يعمل. رأسي، ماذا فعلت؟ أنا مشتعل الآن. هذه لحظة رائعة لتحويل اللحم العادي إلى مشوي. هكذا أخيرا سأتناول الغداء. كم هو لذيذ. كيف لا تخجلي من استغلال صديقك؟ هذا فظيع. توم، توقف، سأفتح الخزنة أولاً. واو، يا لها من فرحة. جرة كاملة من النوتيلا المفضلة لدي. هل تعرفي حتى كيف تفتحين المرطبان؟ لا تبكي، من الأفضل أن تجلس وتحسدني على حظي الرائع. هل أستطيع أن أجرب؟ ابتعد، خذ هذا. شكرا لك كيت، تبين أن توم كان ناقل الشوكولاتة. رائع. لدي مشكلة، يدي علقة في المرطبان. هذا ما تستحقيه أيتها البخيلة. توقفوا عن الضحك، الأفضل أن تساعدوني. للأسف كيت سقطت، ولكن الآن النوتيلا لنا. وصلنا متأخرين، لم يتبقى شيء من الشوكولاتة. لا يوجد شيء أكثر روعة من عجينة الشوكولاتة يا رفاق. أنا أسعد شخص على وجه الأرض. أوكي. لا، أنت سعيدة والعذاب الحقيقي ينتظرني، لأن لدي هذه السمكة الكريهة. هل تشعر بهذه الرائحة؟ ربما مذاقها مختلف. مقرف. سوزي ساعديني، لا يمكنني فعل ذلك. إذن تريد مساعدتي؟ الآن سوف أساعدك. خذ هذا. لم أعتقد أنه سيكون من الممتع جداً ضرب الأسماك هكذا. توم، خذ بعض المساعدة الإضافية. ماذا ينتظرني في خزنتي؟ فارغة. غريب. هناك شيء متوحش، إنه يمتصني. ساعدوني. أين أنت يا كيت؟ أين ذهب الجميع؟ ماذا يوجد في هذه الخزنة؟ أهلا بكم في تحدي هاهانام. هل أنتم مستعدون للمغامرة؟ أنا الأولى. لا أطيق الانتظار لمعرفة ماذا يوجد في خزنتي. إنها جبنة كريهة الرائحة. الروائح مقرفة. سيكون من الصعب أكلها. ليلي، هيا تستطيعين. كم أنت مضجر. فكرة. انظروا، سوف أبتلعها تماماً. واو، رائع، أحسنتي. ما هذه الرائحة سوزي؟ لم تأكلها، لقد رمت الجبن للتو. هذا غير عادل يا ليلي. رأينا كل شيء. يا رفاق، حدث ذلك بالصدفة. الآن يبدو أسوأ. أستطيع، يمكنني القيام بذلك. يا له من كابوس، مذاقه أسوأ. لقد تخطيت الأمر الآن. كولي حتى النهاية ولا تغشي بعد الآن. إذن ما رأيك بتجربة أنفاسي السيئة؟ فو،
رائع، يا له من دب مارميلاد عملاق في خزنتي، إنه أمر مدهش تماماً، شهي جداً. سام، هل يمكنني الحصول على قدمك؟ لا، الدب لي وحدي. لم أكن أرغب في ذلك حقاً. حسناً، دعنا نرى ماذا في خزنتي. إنه جهاز تحكم عن بعد، لكن متى يفعل؟ يمكنه إرجاع الوقت. والدب سليم وأكامل هنا مرة أخرى. أعطه لي. نعم نعم. أعطني هذا الجهاز. الآن انتهيت بالتأكيد. الأمر ليس كذلك، ليلى، خذي هذا. لا، أعجب من القبيحات. أعطني هذا الجهاز الآن. انتهينا، الآن هو كومة من الحديد عديل الفائدة. ماذا فعلت ليلى؟ هل يمكنني البدء؟ رائع، ماذا في خزنتي؟ لدي فكرة، سأخذ طبق وأضع كل العيون عليه، هكذا. يا لها من فكرة عظيمة يا سوزي. والآن حان وقت الاستمتاع. يوم يوم، يا لها من لذاذة. هل يمكنني التجريب؟ للأسف لا يا صديقتي، هذه مكافأتي. حسناً، ما هذا؟ شيء غريب، عصا سحرية؟ أوش، لقد جمدت سوزي. رائع، هذا ما تفعله العصا. الآن الضيافة لي. شهين، يوم يوم. الآن حان دورك يا سام، افتح الخزنة الآن. حسناً حسناً ليلى. ماذا ينتظرني؟ لا، هذا فلفل أحمر حار. هيا كل يا سام. حسناً سأبدأ. يا له من كابوس، كم هذا السيء. يبدو أن أحدهم ليس محظوظاً جداً سام. لا، سوف أنفجر. لديه شعلة في فمي. واو، شكراً سام. لا، فقط ليست ضيافة. خذي هذا ليلى. ماذا فعلت يا سام؟ أنت خذ. لا، إنها لا تطفي شيء. العصا السحرية لقد احترقت. لم يكن سهلاً. اللذاذة تحول إلى جيلي أبيض. جولة جديدة من التحدي، سأكون أول من يفتح. واو، شيبس برينجلز المفضل لدي، كيف أفتحهم؟ سوزي، هل يمكنك أن تكوني حذرة؟ هل تريد الشيبس يا سام؟ بالطبع. أعتقد أنك ستحصل عليهم بسهولة. إنها لي ولي وحدي. أحسدني بصمت أيها الخاسر. ليلى، هل رأيت ماذا فعلت؟ علينا تعليمها درساً. هل يمكنني الحصول على بعض الشيبس سوزي؟ أحلمي بذلك ليلى. ما هذا؟ قبعة غريبة، طعمها مثل القبعة العادية. سأحاول ارتداءها. لقد ذهبت، اختفت ليلى. دعيني أجرب، يبدو أنها قبعة الاختفاء. واو، أعتقدت أنني أعرف كيفية الحصول على الشيبس. ماذا حدث؟ أين ذهب الشيبس؟ يا لها من لذاذة. إنهم يختفون من تلقاء نفسهم. لا، قفوا، إنه شيبسي. لم يتبقى شيء، شخص ما أكل كل ما عندي من شيبس. سام، أين ليلى؟ لا أعرف، ذهبت إلى مكان ما. لم يتبقى شيء على الإطلاق. انتظروا لحظة، أمسكتك ليلى. آسفة. ليلى، سترين من أجل ذلك. سام، افتح خزنتك. لا، إنه بروكولي مقرف. سام بالتأكيد ليس محظوظ. كل يا سام. لدي فكرة أفضل. لا يوجد بروكولي. أنت لا تلعب بشكل عادل يا سام. حان وقت جولة جديدة من التحدي. أنا الأولى. واو، إنها قطعة من اللحم النيء. بالتأكيد لن آكلها. هيا سوزي، كليها. مقرف، طعمها رهيب جداً. بالتأكيد سأتخطاها. هناك فكرة. بالسكين والشوكة سيكون أكثر ملائمة. لكن ما زال مذاقها رهيب. مقرف سوزي.
أوكي. ماذا يوجد في خزنتي؟ حسناً، كيف يعمل؟ يوجد زراً هنا، لكن لا شيء يحدث. فقط انظروا إليه. اسمحوا لي أن أفتح خزنتي الآن. واو، إنها سكيتز المفضلة لدي. ماذا؟ هناك حلوى واحدة فقط. أوكي. كيف يعمل هذا؟ واو، الآن لدي حلوى ضخمة من السكيتلز. يا لها من لذاذة. أيمكنك أن تعطيني قدمة ليلى؟ أمسك. شهي جدا. هل يمكنني الحصول على قطعة أيضا؟ لا سوزي، لن نشارك معك. لم أكن بحاجة حقا، لدي فكرة. مرحبا يا صديقي. اذهب وقل مرحبا لسام. أولا، ماذا يمشي على رأس سام؟ سأنقذك يا سام، أعطني السكيتلز. مرة أخرى. يا لك من ذكية يا ليلى. شريحة اللحم تنتظرني الآن. أوكي. حسناً، أعتقد أن لدي فكرة عن كيفية تعليم سوزي درساً. خذي هذا. أوه، أصبحت قطعة اللحم أكبر. أوه، ماذا حدث؟ انظر إلى شريحة لحم لوسي، كيف ستأكلها الآن؟ واو، يا له من كابوس، لن أكلها. فريق عمل رائع. أي من جولات التحدي أعجبتكم أكثر؟ اكتبوا في التعليقات واشتركوا في القناة، لدينا تحديات ممتعة للغاية.